الله أكبر. جولة الطيران الحربي والمروحي انتقلت إلى الريف الشمالي لتستمر في حصد المزيد من الضحايا، حيث سقط في مدينة عزاز لوحدها 10 شهداء وعشرات الجرحى، بينهم امرأة وطفل. المشهد تكرر في قرى تل جبين ودوير الزيتون مخلفا عددا من الشهداء والجرحى، كما نالت بلدة دارة عزة نصيبها من القصف ذاته. وفي المشهد العسكري تصدر حي الخالدية المواجهات، وذلك من خلال استهداف الثوار عددا من تجمعات النظام فيه وقنص عدد آخر منهم، فيما بث ناشطون صورا تظهر نسف الثوار لمبنى كانت تتحصن فيه قوات النظام، في حين اندلعت اشتباكات عنيفة في حي جبهة السيد علي والحميدية أصيب خلالها عدد من قوات النظام ضمن مباني الوكيلية التي يتحصنون بها. معنا ياسين أبو رائد الناشط الإعلامي من حلب. إذا ياسين، نظام يواصل تصعيد حملته العسكرية على أحياء حلب المحررة وريفها كما نرى، كيف وأين تحديدا تركز القصف على الشعار وعندان، وهل من حصيلة للضحايا حتى الآن؟ نعم، أسعد الله مساءكم. طبعا ألقى اليوم الطيران المروحي والحربي 11 برميلا متفجرا على مدينة عندان وعلى وسط المدينة، أدى لاستشهاد أكثر من 5 أشخاص وجرح العشرات. أما في حي الشعار فقد ألقى أيضا برميل متفجر على مكان مكتظ بالسكان، ما أدى لاستشهاد 5 أشخاص، وأيضا هناك أكثر من 15 جريحا في حي الشعار. بينما أيضا استطاع اليوم الدفاع المدني الحر أن ينتشل 4 جثث من الأطفال الذين كانوا عالقون تحت الأنقاض من يوم الجمعة حتى هذه اللحظة. أما في الريف الغربي فقد قام الطيران المروحي والحربي بقصف مدينة خان العسل، وأيضا كفرناها ب7 براميل متفجرة. نعم. وأيضا قصف الطيران الحربي والمروحي اللواء أو الفوج 46 ببرميلين متفجرين. أما في المناطق الشرقية في مدينة حلب فقد دارت اشتباكات عنيفة في محيط اللواء 80، وأيضا استهدف الثوار تلة الشيخ يوسف بصواريخ جراد، مما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة داخل التلة. شكرا لك ياسين أبو رادة الناشط الإعلامي، حدثتنا من حلب. أعلنت